إذا كان الأرنب من موال برج الثور، راح تلقينا شخص أهم ما يميزه هو حبه إلى المنزل، وغالبا ما يحب المكوث في المنزل، قنوع، مضياف جيد، يهتم بأطباق الطعام، يهتم بضيوفه، إضافة إلى هذا مدبر ويتجاهل أو يقاوم المنافسة بالتجاهل. إذا شعر بوجود أكو في المنافسة معينة بينه وبين شخص آخر، في حال أن يتجاهل الموضوع بشكل أو بآخر، يحب المقالعة، وفي نفس الوقت شخص ذكي ويقظ وعنده قدرة على تدبير الأعمال المنزلية.